يقول: هل هناك فرق بين المعتزلة والكلابية في العقيدة بشكل عام؟ لا فرق بينهم، لا فرق، بس المعتزلة يسمون معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله وانعزلوا، صاروا منحازين بعضهم على بعض فسموا معتزلة. اعتزلوا مجلس إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله فسموا معتزلة، وإمامهم واصل بن عطاء الغزال، نعم واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما حصل بينه وبين الحسن خلاف في مسألة زعل على شيخه واعتزل، واتبعه جماعة، اتبعه جماعة، وذلك لما إن الحسن سئل عن مرتكب الكبيرة فقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، فخالفه واصل بن عطاء وقال: لا، أنا أرى أنه بالمنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، أحد بالمنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. يقول: هذه عند المعتزلة من أصولهم أن المنزلة بين المنزلتين وهي محدثة وباطل، فسموا بالمعتزلة. الكلابية منسوبين إلى شيخهم ابن كلاب، إلى شيخهم ابن كلاب، نعم.